مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج من طهران، والتي تأتيكم من مؤسسة السياحة والتراث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ضيفي في هذه الحلقة المهندس حميد بقائي، وهو مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التراث والسياحة في إيران. مهندس بقائي، أهلا ومرحبا بك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيضا أتوجه بالتحية لك وإلى الأخوة الزملاء وإلى كافة الأخوة المشاهدين. بلاد فارس أو إيران أرض غنية بتراثها وحضارتها، لمسات أهل هذه الديار واضحة في العمارة والنحت والرسم والري من تخت جمشيد في مدينة شيراز أو في محافظة شيراز، إلى أثار بيستون في غرب إيران وفي محافظة كرمانشاه، إلى قلعة بم التاريخية في شرق إيران، إلى إصفهان ومساجدها وفنونها وحرفها اليدوية، إلى السجاد الإيراني أو ما يسمى بالسجاد العجمي الذي ملأت شهرته الآفاق، إلى غابات وطبيعة الشمال الإيراني وبحر قزوين الساحرة. هذه هي إيران، مقولة غير معروفة للكثيرين ربما الذين يعيشون في خارج إيران وخاصة في بلدان العالم الإسلامي. أبدأ معك مباشرة، يعني كما ذكرت في المقدمة، إيران بلد غنية بطبيعتها، 1,600,000 كيلومتر مربع هذه مساحة إيران. هذه البلاد غير معروفة حتى هذه اللحظة للكثيرين، الكثير يسمع عنها وعن تراثها وعن غنى هذا التراث وعن حضارتها، ولكن مع الأسف الشديد هي ليست واضحة المعالم في أذهان الكثيرين حتى بالنسبة للجوار الإسلامي. ما هو السبب؟ نعم، كما جاء في سؤالك هناك معالم أثرية كثيرة في إيران لم تعرف أو لم تكتشف بعد. هناك أماكن للزيارة خاصة بالنسبة للدول الإسلامية وبالأخص إلى الدول العربية، والمواطنون هناك يرغبون بشدة لزيارة هذه المناطق، ونحن نرحب بزيارات ورحلات السياح من الدول الإسلامية، حيث هناك وشائج ثقافية كبيرة تجمعنا مع الدول العربية والإسلامية. هناك معالم أثرية في شيراز، إصفهان، وفي كرمانشاه، وهي مسجلة من قبل اليونسكو. وطبعا هناك المئات من هذه المراكز الأربعة فصول تجتمع مع بعضها في مناطق من إيران، وأيضا المواطنون في دول الخليج الفارسي بإمكانهم أن يأتوا إلى هذه المناطق ويزوروها، حتى موضوع التزحلق على الجليد خاصة نرى أن هناك تباين في المناخ، ويمكن حتى في هذا الوقت التزلج على الجليد. في هذه النقطة بالذات، يعني قبل أن نتحدث عن الميزات والخصوصيات التي تتمتع بها الطبيعة في إيران، كان سؤالي في إطار أنه إيران حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تستقطب أو تستفيد من الإمكانات الموجودة لديها فيما يتعلق باستقطاب السياح، سواء من المنطقة القريبة أو سواء من أوروبا وحتى من أمريكا. دلائل مختلفی داره. طبعا هناك اسباب مختلفه. اولا في المجال السياحي نشاطنا ربما حديث، ربما لا يعود الى اكثر من 4 أو 5 سنوات بصوره جديه. 30 عاما انتصار الثوره الاسلاميه. نعم، تعلمون نحن كانت هناك حرب طالت لثماني سنوات، وبعد ذلك كانت مرحله اعاده الاعمار، وطاقات الاداره في البلاد كانت متجهه نحو اعاده الاعمار وبناء البنى التحتية، ولذلك لما كان هناك اهتمام بالمجال السياحي. ولكن في الدول الأخرى كأستراليا وتركيا طبعا لا نشاط
ربما يسبقنا هذا النشاط بعقود من الزمن، ولذلك أنها ربما منتعشة من هذه الناحية. أما النقطة الأخرى، من الطبيعي أننا من ناحية البنى التحتية وتوفير الأماكن والمراكز الترفيهية ربما لم نتقي بعد إلى تلك المستويات، ولكن هذه توفر فرصة للمستثمرين، لأن هنا كل شيء حديث وفتي، ويمكن للمستثمرين في الدول العربية والدول الإسلامية أن تأتي من الآن. ربما في سيكون متأخرا الوقت إذا جاءوا بعد سنوات أخرى، على حال هناك أيضا جو إعلامي دعائي سيء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولذلك أن هناك قوة تحاول لحاب أن بلادنا دولة غير آمنة. على حقيقة أن الصناعة السياحية صناعة تجارية، ولذلك فإن القوى الأجنبية تحاول أن تعطي صورة غير صحيحة عن إيران، وهذه أيضا من التحديات والمشاكل، لأن الأبواق الدعائية والإعلامية تحت تصرف تلك القوى، وهذا يكون رغما عن طلب إيران. إذا رجعت المواقع نلاحظ أن جميع الدول الإسلامية هي أيضا موضع هجوم، ليست إيران فقط. مثلا إذا وقع انفجار في مصر، إنهم يحاولون يضخمون بذلك، في حين نحن نلاحظ هناك نماذج مماثلة في حتى في الدول الأوروبية فيما يتعلق بإسقاط سقوط الطائرات، لكننا هذه ظاهرة موجودة في دول أخرى، لكنهم يضخمونها في إيران، أو حتى قضايا تتعلق بحوادث السير، هذه أيضا من المشاكل. وأنا هنا أقترح على الدول العربية، ودائما كنت أركز خلال محادثاتي مع الوفود العربية، أنه يجب علينا أن نؤسس قنوات إعلامية مستقلة خصيصا للسياح، وأيضا نوفر التسهيلات للسياح. نحن نمثل مليار وأكثر من المسلمين في العالم، و